دكتور احمد، هو حضرتك معايا في الشهاده الاحترافيه بتاعه الجوده نفس اسم حضرتك؟ اه انا بقول انت متفاعل معايا، في لسه كنت انت معايا امبارح في محاضره الجوده. والله تعبانه دكتور احمد، ورا بعض ورا بعض ورا بعض، امبارح في محاضره انا لاحظت ان الاسم معاكم في الجوده، وانت شفت ما سكتش 3 ساعات، والنهارده هي 4 ساعات. مش عارف هنام امتى يعني، واحد غلط بس ده انا لاحظت الاسم. اهلا بك يا دكتور احمد، انت برضو تعبان، حاضر يومين ورا بعض اهو. فهنا بنتكلم ان العصف الذهني بكتب لك قبول جميع الافكار قائمه على ربنا يخليك يا رب. تسلم يا دكتور امان، ربنا يبارك. فبنتكلم، تسلم يا دكتوره فاطمه، تسلم. فبنتكلم هنا عن قبول جميع الافكار، التشجيع، انا كتبتها لكم في الشات، التعزيز الايجابي، هو ده العصف الذهني، وده الكلام اللي الدكتور صالح، اللي الدكتور صالح سليمان حمد الجمعه اتكلم عليه، وفعلا عنده. طبعا هو قال يتم منع النقد السلبي، ما احنا ما قلناش ان في نقد سلبي، قبول جميع الافكار، تشجيع، تعزيز ايجابي. تمام كده دكتور صالح، الامور كده تمام. شكرا دكتور نزار. دكتوره ايناس بقى، لحد ما دكتور صالح قال تمام، هنا الدكتوره ايناس بتقول ايه بقى؟ بتقول حتى اللي جاوب بطريقه خاطئه ممكن اقول اقترب. تمام، ممكن انا يعني انا ما قلتش بقى خالص، انا ما الوقت ضيق بقى وانا بجري يا دكتوره ايناس. تمام، بس انت كلامك مظبوط، كلامك مظبوط، ومفيش حد كامل. تمام، محاوله جيده وبدايه جيدة. لا كلامك مظبوط، تمام قوي، كلامكم جميل جدا دكتور ايناس. الدكتور السعيد شعب، دكتور السعيد حضرتك كليه شريعه، حضرتك اشتغلنا مع بعض تقريبا في مقررات سلم، صحيح؟ مش غريب عني يعني دكتور السعيد. تمام دكتور السعيد صديقنا العزيز، يشكر على المحاوله. تمام، نوع من انواع التعزيز الايجابي، وايوه تمام، اشرت لهذا المقرر ضمن الجهد بتاع الجامعه في انتاج المقررات، وانا بشكر سعادتك طبعا على جهدك كخبير محتوى، بصراحه المقررات كلها بسم الله ما شاء الله يعني. طبعا اللي بنتكلم فيه، اهلا، شرف ليا يا دكتور، والله الناس كريمه زي حضراتكم، نتعرف على بعض. بنتكلم كلام الدكتور انس مظبوط، وكلام الدكتور السعيد مظبوط، ومن قبلهم الدكتور صالح حسن الحوار. نقفل بقى، نقفل بقى، بس احنا ناخد خط بقى، اخد خط كده واقفل موضوع العصف الذهني الالكتروني، لان اعتقد ان الكل خلاص، اللي ما كانش عارف عرف نتيجه العصف الذهني اللي دار في المنتدى النقاشي الان او الشات. مش عارف انا ليه دايما لازق في لساني اني اقول على الشات منتدى النقاش، ماشي، الشات، المحادثه داخل الفصل الافتراضي اللي دارت من بدايه من الدكتور صالح والدكتوره ايناس والدكتور السعيد والدكتوره طبعا الزملاء بقى الدكتور احمد وباقي الزملاء، يعني مش عايز انسى حد، كلها بتدور حوالين هذه الجزئيه. الدكتوره سهيل بتسال سؤال اقراه يعني ياخد وقت، ما هي اسهل جزئيه؟ ما هي اصعب جزئيه؟ هذه الاسئله ممكن تطرحها للعصف الذهني. يعني ماشي، ما هو على حسب الموضوع يا دكتوره سهير، اوكي. يعني مثلا انا بعمل عصف ذهني عشان اطلع افكار منهم، اولد افكار. هو ممكن حته اسهل جزئيه يتفاوت فيها الامر ما بين الاصليه المعتمده على الفروق الفرديه. انا ممكن اقول لك مثال اخر يا دكتوره سهير يعني برضو يساعدنا. انا في مثال دايما بقوله، انا مثلا استاذ وبدي قواعد بيانات مثلا. ممكن انا اعمل عصف ذهني اقول لهم يا اولاد شباب، ايه امثله قواعد البيانات اللي بنجدها في حياتنا اليوميه داخل المنزل، في حياتنا اليوميه التقليديه، وانا بشرح لهم بقى قواعد البيانات ماي سيكوال، ولا بشرح لهم داتا بيز اللي هي العاديه بتاعت مايكروسوفت اكسس او اوراكل او اي حاجه بقى، ما اعرفش بقى الاسامي دي المجعلصه بتاعت قواعد البيانات العالميه دي. فهم يقعدوا بقى يفكروا بقى ويعملوا عصف ذهني، اللي يقول لي يا دكتور عبد الرحمن تصدق دولاب الملابس يشبه قاعده البيانات، اقول له ازاي؟ يقول لي لان انا في هنا عمليه معالجه للملابس زي معالجه البيانات، اقول له ان في اضافه وفي حذف، وفي الملابس الجديده يتم اضافتها، والملابس الباليه يتم حذفها، والملابس المتسخه يتم اجراء عمليه معالجه عليها وغسلها وكويها. اذا يوجد معالجه بتتم للمحتوى الموجود داخل الدولاب،
واستخرج، بقدر ابص عليه كانها مع بيانات. عندي بنطلون لونه ازرق واخضر واصفر واحمر، اختار منهم، فعند الاختيار اصبح هذه معلومه، والفرق بين البيان والمعلومه. طبقت علم قواعد البيانات على دولاب الملابس، اقدر اطبق نفس المثال في المطبخ، في دولاب الحلل والاسماء الاطباق والمعالق والمش عارف اسمها ايه. فاقعد بقى انا اقول له هنا برضو الطبق المتسخ يتم غسله، ونفس الفيلم ده اللي قلت له على الملابس. فانا بعمل عزف ذهني بقى، قلت له مثال، والطالب بقى ده قال لي دولاب المطبخ، ده قال لي المكتبه عندنا في البيت، مكتبه السي دي، وده يقول لي مش عارف ايه، وده يقول لي دولاب اللعب. عادي بقى كل واحد يعمل عزف ذهني. فانا قصدي ان يا دكتوره سهير، العزف الذهني الالكتروني بيبقى قائم على افكار ان هو بيطلع نواحي ابداعيه عنده، بيبقى فيه اثاره التفكير، انه يفكر في يطلع حاجات جديده، تبادل الافكار واستخراج الافكار. انما جزئيه بقى دي سهله ولا صعبه، اسهل جزئيه او صعبه، هتتعبي انت يا دكتوره سهير. ممكن الموضوع كده يعني يبقى فيه فروق فرديه كبيره، ممكن طالب يرى هذه الجزئيه وطالب يرى هذه الجزئيه، ولا يتفق الطلاب، بس يعني هو نوع من انواع الحوار يا دكتوره سوي. بس خدي بالك، يعني القصد في العصف الذهني تطلعي افكار مرتبطه بالمحتوى. يعني زي ما انا قلت مثال الدولاب والمطبخ والحله ودولاب الملابس والقميص والبنطلون والكلام ده كله مرتبط بقواعد البيانات بشكل او باخر، والبيان والمعلومه. فانا بعلمهم انه يعمل اسقاط او يعمل ربط ما بين حياته اليوميه والمقرر الدراسي، وعلى هذا واعتمدت على ذلك اثناء عمل العصف الذهني. تمام يا دكتوره سهير، وضحت فكرتي ولا؟ تمام. هو هنا الاسئله اللي حضرتك حطيتيها بتتطلب اجابه مباشره. انا دي سهله دي صعبه كده، ولكن الطريقه اللي انا بتبعها في العصف الذهني، ايوه، حسب المقرر، وانا بستخرج منهم افكار ومعلومات في الاساس الكبير. تمام. بس هو ده كان قصدي عليه في الجزئيه دي. نقفل بقى جزئيه العصف الذهني الالكتروني، وتجدون على الشاشه قدامكم هنا اسلوب اخر يتقصي المعرفه، ممكن يكون غير مستخدم بشكل كبير، كما عقود التعلم. يعني الناس بتستخدم التعلم المقلوب، المناقشه، التعلم التشاركي، التوجيه الذاتي موجود على فكره، العصف الذهني الالكتروني موجود، وموجود معانا في هذا التدريب ايضا. عقود التعلم اتكلمنا عنها كحاجه جديده. تقصي المعرفه دي بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على المهام والانشطه الاستكشافيه. اذا هنا شايفين الاكتشاف الالكتروني اللي موجود في الاخر، تقصي المعرفه مرتبط بشكل او باخر بالاكتشاف. ولكن هنا في تقصي المعرفه بتبقى في مهمه او نشاط استكشافي المعلم بيجهزه والمتدرب بينفذه من خلال عدد من الانشطه المحدده. فنوع الاكتشاف هنا اكتشاف موجه، تمام، وليس حر بالمطلق كده، ولكن هو اكتشاف مبني على انه ينفذ عدد من الانشطه المحدده. ممكن يستعين بروابط انترنت، ممكن تقول له روح المكتبه وروح شوف مثلا الرف الفلاني، ممكن يستكشف هو بقى الدنيا هناك عامله ازاي. طبعا ده نوع من انواع برضو الاستكشاف اللي هو تقصي المعرفه. تمام، هو حاجه بسيطه يعني، وهي مرتبطه بالاكتشاف. بعد كده طبعا المشاريع بنستخدمها كلنا، سواء كانت عمليه او نظريه، ممكن من خلال البحوث، وممكن من خلال مشروع تطبيق بيقدمه الطالب. في الحالتين الطالب بينتظر تغذيه راجعه. تعالوا هنا معايا، بصوا معايا كده في البلاك بورد، اخرج بره البرزنتيشن وافتح هنا الواجبات في مقرر مهارات الاتصال. بجد هنا في مجموعه من الواجبات هي بمثابه بحوث. هنا مثلا الواجب الاول، لا، الواجب الاول ده عباره عن اختبار، سوري، يبقى مش هو ده المطلوب. الواجب الثاني ده هنا لا تنطبق نظريه المشاريع في هذا المقرر. طب انا مضطر اخرج بقى اروح لمقرر اخر، اللي هو مقرر تأثير الرسوميات في تصميم الويب. ده أعتقد أنا حاطط فيه مشروع أو حاطط فيه طلب يتحط. فهاجي هنا في الأنشطة،
ماشي الكلام، بروح عند النشاط التاني، لا نشاط اول وتاني، لا ده برضو الواجبات، هنا واجب اول، واجب تاني، واجب تالت. تعال نشوف الواجب التالت. الواجب التالت بحث اكتمال او عدم اكتمال. هنا استخدمت طريقة المشاريع وطلبت من الطالب، واعتمدت على نشاط الطالب انه ينفذ في صورة بحث او تقرير، تمام، يقدمه. انا بقدم له تغذية راجعة طبعا، بيقدمه هو بقى يشوف بقى هو هيعمل ايه. قلت له يا عزيز الطالب انا عايزك تعد بحث او تقرير، ممكن اقول له او مشروع لو في حاجة عملية، بعنوان طرق تصميم مواقع الويب، يجب ان يتضمن التقرير كذا، ان يبقى في صفحة اولى. والله ده زي مشروع كده، طب ده مشروع تصميم ويب، الصفحة الاولى فيها صفحة العنوان تتضمن اسمك ورقمك الجامعي مش عارف ايه، من خلال البحث على شبكة الانترنت تقوم باعداد محتويات التقرير يتضمن كذا وكذا وكذا وكذا. وده ليس عليه درجة، خد بالك هنا، ده اكتمال وعدم اكتمال. لو رحت مركز التقديرات، هنا فين مركز التقديرات؟ في البلاك بورد مركز التقديرات. المفترض هذا الواجب ما يجي بدون درجة. فين هو الواجب؟ الواجب الثالث اهو. تعال نشوف هنا معلومات العمود السريعة، شوف النقاط المحتملة. ايوه شوف معايا النقاط المحتملة هنا، النقاط صفر، مش عارف هي باينة ولا انا اكبر كده شوية.